اخذوا الحين علاج؟ ايش فيك؟ ايش تبي يا؟ خليني برا قاعد اشرب الهالي ولا حد فكر لي. وانت قاعد تسوي اعلان خلصت وانا قاعد لكم هنا تاونا مخلصين يبا تخل صفيت العفش خلاص باص باقي ترتيب قوموا ترى انا معطيكم 10 دقائق بقت 25 ثانية 1 2 3 خاطر ما يمدي 4 5 تعال اشتابي منه اشتابي انت الحين يا مشيل احسنك مبلغ ايد الحين انا اللي ماسك الرحله ليش مخلينك مسؤول عن الروح لا عشان تشيل العفش تشيل العفش انا قاعد امر عليكم الحين يا مشيل حتى انت والله مو بشايل احترم نفسك لا الحين رجع يمزح وياك انا اول مرضى شلون فكري يمزح وياك اول ايش هذا اسمع قبل خلاص نقوم خلاص خلاص تديها انت كلمك انت تديها من تكلم انت الحين انت ايش دخلك انا ما اعطيه النوري سامي حبيبي ايش دخلك بعد اشوف ايش تبي انت اشوف تبي كيفك تفكر تبي ترى ما العب انا هنا بيبي تطلعون برا وتشيلون الحين كل شيء دام الناس عليكم طيبين زين خلاص راح راح وبجيك راح ما بعد اخلص علوني راح خلصت اعلانك انا متاكد ما خلاص يبا باقي نشرح المنتج نشرح ذا المنتج واللي دخلتهم هنا باقي ذا المنتج ما بعد نشرحه يا ابو دويش خلاص خبره ورجع شوف خلاص ان شاء الله نبي نشرح ذا المنتج يا اخوي زجران يب غايب بالك يا ميوم يا حسين انا غيب زي ما انا عايز يا حموش انا ما بغيبش كده انت انا بغيب عشان افنن عشان ارسم عشان اخطط انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ مش لعبان خلاص انت غايب بالك يا ميوم يا استاذ انا غيب زي ما انا عايز يا حموش انا بغيب ما بغيبش كده انت انا بغيب عشان افنن عشان ارسم عشان اخطط انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ بغيب ما بغيبش يا ونطة بغيب عشان اجي لا مو بكذا عشان اجي واجيب لك عرض يكسر الدنيا زمان عن الاعلانات والله نسينا كيف نسوي الاعلان يا جماعة الخير لكن الممتاز في الشغلة انك لما ترجع بعرض قوي يشرف يبيض الوجه متخيلين يا جماعة الخير بطاريات هيرو الحاصلة على أفضل تصميم لهذا العام شوفوا كيف شكلها وكيف أناقتها 5 بطاريات بسعة 10,000 ملي أمبير و4 بطاريات بسعة 20,000 ملي أمبير و3 كيابل مايكرو وتايب سي وآيفون توقعوا العرض الجميل هذا الرائع هذا بكم هنا راح أصدمك أصدم وبعد خلاص قام بالأفجر أصدم عشتك جاهز تتلقى المفاجأة والله فعلا مفاجأة سعر الباكج هذا كان ب2222 ريال هذا كان عطنا الحين الآن فقط ب399 ريال فقط والله 399 كم 399 ريال فقط شامل الضريبة ضمان سنتين 9 بطاريات تكفي عائلة كاملة و3 كياب بس ب399 ريال ضمان سنتين صدمت ارفع الشاشة فوق انا اتكلم ولا اقنعكم في العرض كل متابعيني ما شاء الله تبارك الله عندهم عقول ويعرفون 9 بطاريات مع 3 كابل تتكلم عن 12 منتج بهالسعر لا يطوفكم قطية اذا انتوا عايشين في بيت واحد لا تنسقع من زمان لهم خلي غاية شوي بسم الله عليك شوي
احنا هذا وقت يلعن ها؟ هذا وقت يلعن يا حين صغير احنا انت النادل وما تقلتي بس سوي علان مفروض مفروض نستاذن منك اجي نسوي اعلان اروح استاذن اي راح استاذن من شوف شو يقول لك نسوي اعلان مسخر عليك انت وياه ايش تسوون بالدنيا شهر كل مره تجيبهم لي يلا اعلان سالونك شلون الحين اكمل الاعلان اقعد والله يوال اعلان 12 منتج يا جماعه الخير 399 فرصه قطيه اذا انتم عائله بنات اولاد تقاططوا قطيه بيطلع عليكم الله ببلاش 12 منتج 12 شخص يشتركون فيهم كل واحد ياخذ الشغله اللي محتاجها ولا تفوتون العرض ارفع الشاشه فوق 25 ريال واحد يمكن يدفع اذا قطيه عاد حسبت عدل لا تجيب بين العيد بعد شوي يقولون النوري قال بهالكثر لا يبا لا وقف قسم 399 تقسيم 12 399 تقسيم 12 33 ريال يطلع المنتج الواحد عليكم 33 ريال بلاش ولا لا بلاش ولا لا بلاش يلا العرض الثاني من قوي المطارة الأنيقة مطارة بمواصفات عالية يا أخوان أول شيء فيها شاحن لاسلكي يا جماعة الخير تقدر تحول مطارتك إلى شاحن في أي وقت تفتحها عكس أبوي عكس تكسرها لا يقطع لسانك لا ينقطع أتمنى شوف أطى النوري أشوف الحمد لله المتن على قلصانة ترى والله ما من فايدة هذه المطارة تستوي لك شاحن في أي وقت أيضا شكلها أنيق جدا بس تعال شوف للعرض البطل اللي مسوينه قوي طبعا هذه المطارة تحفظ لك المشروبات الباردة والصاخنة الباردة 24 ساعة والصاخنة 12 ساعة شوف العرض والهدية اللي جاية مع المطارة يا النوري المطارة جايتك بعدة ألوان مسوين قوي عرض بطل تشتري المطارة تحصل هدية معاها السماعة الأنيقة هذه افتحها يا النوري شوي شوف الأناقة هذه السماعة هدية يا جماعة الخير مع المطارة أيوة هذه سماعة رأس محيطية فيها جودة صوت والميكروفون فيها عالي جدا يا أخوان جايتك مع المطارة شوف الأناقة ما شاء الله على الأناقة هذه السماعة هدية يا جماعة الخير ما شاء الله أنيقة جدا أنيقة هي وسيمة والله جاية عليك إذا ركبت عليك راحت أناقتها أعطها النوري أعطها يعني هو أنيق يعني بكم المطارة يا النوري مع السماعة كانوا ب 398 الحين ب 199 ريال فقط السماعه مع المطاره ب 199